مساء الخير أعزائي المشاهدين من كل دول الوطن العربي، أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم قد حلمك. النهاردة بنتكلم في برنامج قد حلمك، بقدم لكم الحلقة الأولى من الموسم الأول. إن شاء الله هنتكلم عن موضوعات كتيرة جدا تفيدكم بإذن الله. برنامجنا هنا هدفه إن احنا نسلط الضوء على المواهب، ونحاول نستعرض النماذج اللي مش باينة، نخليها تظهر وتطلع للضوء. النهاردة إن شاء الله أنا معاكم رانيا جاد، بقدم لكم البرنامج، هكون معاكم كل يوم جمعة إن شاء الله الساعة 5. حابة في بداية الأمر قبل ما أبدأ أي حاجة إن أنا أشكر إدارة قناة الصحة والجمال، وأتوجه بالشكر للأستاذ على رأسهم الأستاذ محمد سعيد والصحفي الأستاذ عبد الرحمن سالم، وحابة أشكر كل فريق العمل وأشكر فريق الإعداد والمخرجين على تعاونهم إن شاء الله يعني برنامجنا يطلع بأحسن صورة. كل إنسان على قد حلمه، حلمك أكبر أحلامك إنك تمسك السماء وتوصل لها هتوصل، حلمك إنك تبقى بس في مكانك هتفضل مكانك. علشان تحقق حلمك انسى كلام الناس، ما تسمعش اي كلمة وحشة من حد، يعني ما تحطهاش في دماغك، ركز على هدفك وخليك باصص لطريقك، عافر وانجح واشتغل وان شاء الله هتوصل. هدفنا ان احنا ننشر الوعي الثقافي والمجتمعي. وعشان كده النهارده انا حابه ارحب بضيفتي العزيزه اللي معايا منوراني النهارده، استاذه نورهان ابراهيم، ترينر نورهان ابراهيم سوبرفايزر ات لانجويج برنسز لانجويج سكول. اهلا ومرحبا بيكي. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيكي. انا عايزاكي بقى النهارده تعرفي ضيوفنا النهارده، انت هتتكلمي عن ايه في الانجليش وهتفيدينا عن ايه؟ الاول حابه اعرفيني بنفسك الاول. انا ترينر نورهان ابراهيم، ترينر جولي فونكس اند اوكسفورد فونكس، انجليش سوبرفايزر فور لاور جريد ان برنسز لانجويج سكول، مشرف القسم اللغه الانجليزيه في المرحله الابتدائيه بمدرسه برنسز لانجويج سكول. انا بدات اصلا الشغل بتاعي كمدربه صوتيات، مدربه صوتيات وهو تدريس اللغه الانجليزيه بطريقه الفونكس. جميل. اللي هي اصوات الحروف. معلش انا بس هقطعك شويه، انا عايزه افهم انت وانت بتعرفيني نفسك قلتي ترينر ما قلتيش تيتشر، هل في فرق بين ان انا اقول ترينر او تيتشر؟ تمام. هو ده حاجه غير التدريس، ان انا اعرفه مثلا ان في حاجه اسمها تيتشر بيدرس عادي جدا زي اي مدرس، ايه الفرق؟ ايه كلمه ترينر دي؟ ترينر هي كلمه اعم واشمل من مجرد ان انت كونك تيتشر. تيتشر محصوره شويه عندنا في دور ان هو حد واقف على بورد ماركر ستودنتس او طلبه وبيتعامل معاهم، لكن فكره الترينر ان انت بتتبعي حاجات تانية مش مجرد ان انت تيتشر، لا احنا عندنا وسائل بتطوري حاجات جوه الكلاس بتخلي فيه تفاعل ما بينك وبين انا بحاول ادرب الطفل على اللغه، ان هو يتعامل مع اللغه، ان هو يمارس اللغه، مش مجرد ان هو درس. يحفظ وعواميد ودرس واكزام، انا لازم اخلص عشان في فاينل عشان في كذا، لا احنا بنتعايش مع اللغه، بتكون ممارسه كامله، مش مجرد ان انت بتدرسي عشان حاجه تاسك معين انت بتخلصيه او مهمه معينه انت عايزه تخلصي بعد كده مش فارق معاكي اي حاجه تاني بعد كده، لا انا بدربه ان هو ازاي يقدر يمارس اللغه بشكل قوي ويحس ان هو لايك نيتف، ان هو زي النيتف بالظبط. استاذه نورهان ليكي رحله طويله جدا في تعليم اللغه الانجليزيه رغم ان انت سنك صغير، يا ترى ايه السر في ده؟ وهل كان في حد داعم ليكي في المرحله دي؟ اكيد طبعا. انا دلوقتي بقالي حوالي يعني من العراب بتاع ترينر نورهان ابراهيم، حابين ان احنا نعرف يعني مين اللي كان ليه الدفعه اللي هو وصلك لمستوى زي ده؟ انا حاليا بقالي 9 سنوات بدرس لغه انجليزيه. بدات طبعا من فتره كبيره طبعا في المدارس وكده، وابتديت اواجه لكورساتي وان انا يبقى عندي كورسات معينه هي اللي انا بشتغل عليها، منهج معين انا عملته لنفسي. جميل. بس بصراحه ان انا اوصل في السن ده ان انا اكون مشرفه قسم لغه انجليزيه، انا شايفاكي لسه يعني صغيره ويعني عملتي حاجات غيرك بيعملها في سن اكبر من كده بكتير، فانت سبقتي يعتبر في بالظبط. هو طبعا اول حاجه كانت ارادتي ان انا عايزه اعمل حاجه، ان انا كنت شايفه انا حتى انا ما كنت في الكليه دايما بقول كان اول كلمه يقولوها لنا ان انتوا انسوا كل اللغه اللي انتوا درستوها، انتوا هنا هتتعلموا حاجه تانية خالص. ف
فكنت حابه دايما ان يكون في ان انا عايزه الطالب اللي هيبقى بيتعلم ان هو لا مش هبقى مش عايزاك بعد ما تيجي تدخل الفاكالتي بتاعتك ان هم يجوا لك لا 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 انسى كل اللي انت اخدته، يعني اول ما يخش الجامعه يتصدم، ما كنتش عايزه كده. فبدات كان سبب سر تميزك طبعا، وده كان سبب سر تميزك، ده السر وراء تميزك طبعًا. ان انت ما اتجهتيش ترينر نورهان ابراهيم، ما اتجهتش للطريقه التقليديه، هي بدات تبحث وتدور علشان توصل الطفل لاعلى مستوى يقدر يليق بطالب بيدرس لغه انجليزيه ما يكونش. طب احنا دلوقتي معظم اولياء الامور في البيوت بالذات الماميز بتشتكي كتير جدا ان ابنها اصلا في مشاكل رهيبه عنده. ده بسبب التباعد التراديشنال واي، ان احنا عندنا الطرق التقليديه القديمه قوي، ان انا عايزه ابني يدرس اللغه الانجليزيه عن طريق ان هو ماسك لازم ابني يبقى ماسك كابي بوك في ايده وكراسه ويكون معاه قلم ويبتدي يكتب، وانا لازم لازم ننزل عواميد كتيره، يعني كل كلمه ناخد بقى عليها 10 15 عمود، اللي هو انا لو انت اديتيني الهوم ورك ده انا مش هعمله. والطفل بيبقى بيكتب غصب عنه، يعني هو اصلا الطفل بيقنعك ان هو بيكتب، بس هو في الحقيقه بيبدا كده الكولم بتاعه بيبتدي يكتب اول مره، يعني اول وورد، بعد كده تاني وورد يبتدي يبص اللي هو بقى ايه، ابتدى يسرح في اماكن تانيه مش معاكي اصلا. هو فتلاقي بيكتب نتيجه عشان يخلص اللي انت عايزه، هو بيخلص تاسك، هو في النهايه مش بيعمل حاجه على ان هو يعمل تطوير لنفسه او ان هو يكون حابب الحاجه هو بيعملها، هو بيخلص لك تاسك انت فرضها عليه. لكن هو المفروض انا معايا ما بيتبعش الطرق دي، يعني انا الطفل عندي ما بيمسكش القلم في البدايه. عظيم. مش دي اول حاجه، انا عندي مراحل كتيره قوي ممكن الطفل يبدا بيها، خاصه ان انا ببدا من عمر 3 سنوات او 4 سنوات. لا معلش افهم بقى، 3 سنوات و4 سنوات بيبدا يتعلم لغه انجليزيه؟ بالظبط، وكمان بيبتدي يتكلم، بيكون في كونفرسيشن كمان، هو بيبتدي بس يتكلم مش الطريقه العاديه اللي هي بتاعت الحضانات. لا لا، ما بتبعش بقى الطرق التقليديه اللي هو يمسك ورقه وقلم ويبتدي يكتب وكده. اي انا دايما اول مامي تيجي تقولي انا عايزه ابني يكتب، فقولها لو انت عايزه ابنك يكتب يبقى اكيد مش انا اللي هبدا معاك. الطريق غلط. مش انا خالص، انا ما ببداش بالكتابه، لان اصلا عضلات الطفل ما بتكملش في السن اللي هم بيبقوا جايين طالبين فينا انا عايزه ابني يكتب. في بدائل اخرى. على كده بقى انت ليكي طريقه مختلفه في الكتابه، ان هو ما بيعتمدش ان هو يكتب بالعواميد. طب ممكن اعرف بقى الطريقه دي زي ايه؟ يعني احنا عندنا امثله كتير. الماميز اللي بتسمعنا، انا بحب اطبق منهج مونتسوري جدا، من المناهج الكويسه اللي هي انا عملت لها دمج مع الجولي ومع الاوكسفورد فونكس ومع شرحي عموما، ان انا ببتدي اخلي الطالب ان هو يكتب على حاجات تانية، مش لازم يكتب بالكابي بوك والقلم والحاجات دي، ممكن نكتب على الرمل. ايه المنسوري برضو نعرف الناس اللي المنسوري دي هي طريقه من التعليم الطفل بس عن طريق المهارات الحياتيه، ان هو ما بيكتسبش الحاجه بشكل ان هو قاعد وانت مش هو دور المتلقي، هو دوره هنا ان هو اللي بيبتدي يتفاعل معاك، الانتر اكشن يبقى في بينك وبينه تفاعل، بتحس ان هو يبتدي الطفل حابب الحصه وحابب السيشن اللي هو يعني رايح. بالظبط، علشان كانه في مرح في السيشن، مش مجرد ان انا متضرر وانا رايح الدرس وفي واجب. بالظبط، لان هو كمان كل مره بيحس ان هو انا اكسايتد جدا، انا متحمس، انا عايز اشوف ايه اللي هيحصل، يعني المره يعني دي هيبقى في ايه. وانا افري سيشن هاف ا جيم، لازم يكون عندنا جيم، لازم يبقى في لعب، لازم في حاجه احنا بنشتغلها تحفزه. بالظبط كده، يعني احنا مثلا لو بدانا من الطفل انا شايفه معاكي حاجات، يعني انا الحاجات دي بصراحه انا استرت فضولي، عايزه اعرف ايه بقى الحاجات الجميله دي ممكن مثلا تعرفينا. زي الشكل ده كده اللي احنا شايفينه. دي بورد، دي شكلها تحفه جدا، يعني انا عايزه افهم بقى ايه ده. دي بورد تفاعليه، ما بعتمدش فيها على الماركر او ان الولد يكتب في الكابي بوك او كده، لا هو بيبتدي يتعامل معايا بايده، بيلمس الادوات بنفسه ويبتدي يعمل لي بلاندنج. هنا حتى انا كاتبه ليت حتى بلاند. انا شايفاكي مدخله فيها الوان جميله جدا وحاجات، واحنا بنبتدي نسال كمان وايه ده، يعني ايه الجيب الازرق ده؟ ده اللي بيبقى فيه بقى الحروف اللي هو السربرايز بقى بتاعه، يبتدي يطلع بقى الحرف ويشوف انا عايزه ايه. طبعا مش بيبقى الموضوع كده، كمان هو بيطلع الكروت، هو بيكون مطلع الكروت بالشكل ده. ده في كروت كمان، في كاردز. بالظبط، بيبتدي ان هو يتعامل بيها، ان انا بيشوف الورد هنا عندي زي ما انا طلعت كده، يعني هو بيطلع الكارت ويبدا يكون. انا بوري له بس البيكتشر في الاول ان هو يشوفها. تمام. فهو مثلا بيشوفها يقول لي ذس از تاب تاب، ويبتدي يعمل البلاندنج بتاعها. بيبقى كلمات مش بس حروف. طبعا، لا كلمات، احنا بنبتدي اول حاجه مرحله الساوند دي يعني تبقى في البدايه خالص. برضو احنا عايزين نوضح للناس، سن زي ده بيقدر يستوعب ان انت تديله كلمات؟ طبعا. طب تيجي ازاي يعني؟ لان احنا مش لسه صغنن خالص، احنا مش بندرس، انا مش بحفظه، مش هقوله النهارده احنا هنكتب 10 كلمات، لا انا النهارده هاخد بس جاست 6 ليترز، 6 حروف بس.
انا ممكن بين 6 ليتر دي اخليك يكتب ايه تقريبا 6 ليتر دول يعني عباره عن ايه، فهمينا دي طريقتي في الجولي فونكس او اللي هو منهج جولي فونكس اللي انا بطبقه، مش بيتبع الالفابيتيكال اوردر، مش بيبقى مش الحروف العاديه يعني مش اي بي سي، لا 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 مش كده، في طريقه ثانيه ستارت وذ ليتر اس، ستارت وذ ليتر اس، وبيبتدي ان هو الولد من خلاله. طبعا عندي مثلا فيرست جروب اس اي تي اي ام بي، ف ايه ده مش مترتبين؟ لا ما فيهمش ترتيب، مفيش ترتيب اصلا فيهم، لا ما فيهمش ترتيب. طب ايه السبب ليه مش مترتبين يعني؟ المفروض اللي حاطط المنهج دي سو ان هي قصده ان الطفل ده يقدر من خلال الحروف ان هو يتشجع ان هو بيكتب كلمات كتيره من خلال السته دول بس، لان هم بيمكنوا. انت لو خدتي اي بي سي دي اي اف انا كده ما اتعلمتش اقرا، مش هعرف اكتب حاجه، مش هقدر اعمل منهم بلاندنج. لكن عندي انا السكس ليترز دول لا هقدر اعمل منهم بلاندنج، هقدر اطلع حوالي 40 words، هقدر اطلع 40 كلمه. كل الكلمات دي من الست حروف؟ من السته دول بس. وطبعا يعني مع انا لو علمت ابني في البيت، لو كل مامي علمت ابنها بس ست حروف ان هم يتعلموا نطق الصوت، بتقولي مش نطق، انت ما بتقوليش الاسماء، احنا بناخد الاي بي سي زي انا كده، انا كبني ادم فرد انا اسمي مثلا نورهان، انا عندي صوت اللي هو صوتي ده، نفس الكلام هي الليدرز، انا عندي مثلا ليدر اي لكن الساوند بتاعه ا، يبقى ليدر اي لكن الساوند ا، بيركز على الساوند. انا بقى بخليه يركز على الا، ان هو عارف ان الصوت ده اسمه ا. يعني لما ببتدي ابدا معاه ان انا عندي ليدر اس ا يبقى سا، اديته ليدر تي بعدها يبقى سات، يبقى هنا هو بيطبق الساوند مش الليدرز. انا ما يهمنيش اسم الحرف، انا يهمني صوته، وبالتالي هو قدر يكون الكلمه معانا بمنتهى البساطه. ويطلعي له الكارد وهو يبدا يحط فكره الحروف. الكارد ان هو نوت الاو تو سبيك عربي، ان انا مش عايزاه يتكلم عربي، انا مش عايزاه لما يكون بيتكلم. معلش ان انا كنت هنا بقى في سؤال مهم جدا، حنفيه بتتكتب ازاي؟ هو مفيش حد يعني تقريبا معظم الماميز في البيت بتستخدم ان احنا لازم ابل تفاحه بالظبط، ايه ابل يعني دي احنا الطريقه دي كده غلط، ان احنا مش حابين. انا ممكن اجي اقول له مثلا كلمه مثلا نفترض مثلا عايز اقول له القلم ده اسمه ايه، فهو يقول لي طب احنا معانا برضه صور على الشاشه نشوف كده على الحقيقه في الكورس. تمام معاكي، اتفضلي كملي. اوكي فبتبداي تدي له الكارد وهو يبدا يركب الصوره. طبعا الكيتشر الموجوده من ورا دي فايدتها ان انا نوت الاو تو سبيك عربي، ان هو انا مش بخليه ان هو يتكلم عربي، ممنوع يترجم بالظبط، ممنوع يتكلم عربي. يعني هنا اصبح حته ان هو يترجم دي كده موضوع مش تمام. زي الطفل كده اللي معانا دلوقتي جو، احنا معانا صور، احنا معانا صور ممكن نشوفها دلوقتي للكورس. ده جو من اتعرضت وهنعرضها تاني برضو للساده المشاهدين. جو من بولندا بياخد معايا الكورس اونلاين. من بولندا؟ من بولندا. طب انت وصلتي لبولندا كمان؟ ما شاء الله. كورسات اي سي ار في بولندا وفي الكويت وفي السعوديه لا ايه موضوع الاي سي ار بقى نفهم كده اكتر؟ لا اي سي ار هو كورساتي، دي اسم الكورسز اللي انا، هي بدات من فكره ان انا قلت اي ونت اني بودي كان ريد، انا عايزه كل واحد يبقى بيعرف يقرا. مش شرط ان انت تكون كبير فانا كبير بقى بعرف اقرا، لا احنا كلنا عندنا سبيلنج ميستيكس رهيبه، ولما بنيجي ننطق السبيلنج رولز كمان بتاعت الكلمات حتى بننطقها غلط. فانا اطلقت اي سي ار ده اللي هي اختصار اني بودي كان ريد، ان انا اقدر اخلي اي طفل او اي حد ان هو يقدر يقرا كويس يتكلم. زي الطفل دي لوجين اللي احنا شايفينها، لوجين جريد 2 برضه خالص يعني مش جريد 2 بس كان ميك كونفرسيشن، يعني بتقدر تعمل كونفرسيشن جريد 2 بس بتقدر تعمل كونفرسيشن بشكل هايل، يعني ما شاء الله عليها ان هي بتقدر اصلا تستحضر في الافكار زي ده. ما لان هي يعني don't think in Arabic، ما بتفكرش اصلا بالعربي، هي بتقدر تجيب الكلمات والجمل من دماغها لان هي بتقدر تفكر باللغه الانجليزيه. وهو ده اللي انا ببقى عايزاه، ان الطالب عندي يكون فعلا think in English، ما يكونش بيفكر بالعربي اللي هو انا اريد ان اذهب الى كذا فيبتدي يترجم. لا انا مش عايزاك تعمل كده، انا عايزاك في دماغك كده انت لوحدك تبتدي تعمل الكونفرسيشن، تبتدي ترد عليا، فبالتالي بتبقى النتيجه زي ما انتم شفتوا كده في الفيديوز ان هم بيكونوا اقوياء جدا. يعني طب معلش برضو في سؤال دلوقتي، انت حضرتك بتقولي لي ان المامي في البيت او في الكورس انت بتتعاملي انجلش، طب في مشكله جامده بتواجه معظم الماميز في البيت، ان ممكن تكون المامي ما بتعرفش تتكلم انجلش او هي متعلمه بس لغتها في الانجليش ضعيفه. لا دي بتقابلنا كتير في الوضع ده، بتصرف ازاي؟ دي بتقابلنا كتير، يعني دي مثلا بدءا من اول الكلاسز في المدرسه مثلا، احنا في يعني اكيد الطفل كده بيعاني طبعا. طبعا احنا بيبقى المشكله مش كده، المشكله ان انا بقى اقول الكلمه مثلا فتلاقيه يروح البيت مامي قالت له لا 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 كلمه ما بتتنطقش كده يا حبيبي، هي بتنطق كده، وتبدا تترجم. فيبتدي لا يا مامي التيتشر قالت كده، لا يا حبيبي انا بقول لك هي بتتنطق كده. فطبعا كان بيحصل خلاف فظيع في نطق الكلمه، ان هي بتحاول تثبت ان هي نطقها صح، والولد بيحاول يثبت ان انا سامع من التيتشر صح. فكان الحل ده في الكورسز بتاعتنا
ان انا سمحت بحضور اولياء الامور ان هم يحضروا معايا، ومش بس نص ساعه او تلت ساعه، لا ده انا كنت بخليهم يحضروا السيشن كامله على حسب طبعا الاكاديميه. إيه ده يعني اصبح كده الكورس مش بس للطفل، لا ده احنا حاطين المامي كمان تسمع معانا وتستفيد. وفعلا في والمامي بتحضر، هل بيبقى فيه استجابه من اولياء الامور؟ انا عايز اقول لك كان بيبقى فيه تفاعل كمان، بلاقي مامي بيحضروا لي اكتيفيتي ويبعتوها، ان هم كمان ابتدوا يشتغلوا على نفسهم ان هم يطوروا اللانجوج عندهم. جميل جدا، يعني لا انت مقدمه حاجه عظيمه، يعني المامي بتحضر وبتتفاعل معاكي وبتستجيب معاكي. لا وكمان احنا عندنا يعني احنا ورانا ايه زي ما بنقول كده في جيش برضو بيبقى ورا الموضوع، ان انت مش بتشتغلي لوحدك، انا بيبقى معايا تيتشر. طبعا كو تيتشر بتبقى عاملين جروب، وهي بتبقى بتتواصل مع اولياء الامور كمان بعد كده، بتبتدي بقى تتواصل مع البيرنت. دي ايه مهمتها؟ يعني دي مهمتها بقى ان احنا بنعمل حاجه اسمها تطبيقات اللي احنا خدناه. الولد اوريدي احنا قلنا ما فيش ورقه وقلم، اذا فانا هطبق على ايه؟ او انا هعرف منين ان الطالب ده فهم او وصلت له؟ يعني دي برضو نقطه انا حابه اوضحها للساده المشاهدين، في ناس ما بتقتنعش باللي انا ابني بيروح الكورس ما بيكتبش، انا عايزه ابني يكتب. فين الورقه والقلم؟ انت رايح مدير كراسه، فين الواجب يا ميس نورين؟ بتتعاملي مع ازاي في المشكله دي؟ انا عايزاه يكتب بس انا محتاجه ان هو يكتب، فاحنا بنكتب برضو. فهي دي بقى فكره التطبيق. طب بقى معانا مداخله استاذه سمر هنا على التليفون. الو، اهلا يا فندم، مساء الخير. مساء النور. مساء الخير يا فندم. مساء النور. مساء النور، اهلا بحضرتك، اتفضلي معايا. الله يخليك. معي عرفينا بنفسك و عرفينا بنفسك يا فندم، معاكي. انا ميس سمر رهون، نائب رئيس مجلس اداره بي ال اس اللي فيها ميس نورهان سوبرفايزر. اولا يعني انا فخوره بيكي جدا يا نورهان، حقيقي منوره، ودايما قعدتك منوره وبتلمعي زي ما بقول لك دايما، ومن نجاح لنجاح يا رب. ربنا يخليكي يا مصطفى. هي دي عرابي بقى، هي دي عراب نورهان ابراهيم. انت احنا يعني ما جاوبتنيش على موضوع العراب. انا انتظرت بقى لما هي تتكلم، لان هي دي عراب نورهان ابراهيم، هي دي اول حد كان مقتنع بفكره ان احنا يعني دايما لما كنت اقول انا هبدا الفابيتك الاوردر لا مش همشي كده، فتلاقي الناس بتعترض لا ازاي مش عارفه ايه، فلقيت ان انا اكبر حد ممكن يساعدني في المدرسه هو كان فعلا يعني ان هي نائب رئيس مجلس اداره، ان هي تقتنع بوجهه نظري وكمان تبتدي تطبقها وتفرض الموضوع ده، فده كان دعم منتهى الدعم منها طبعا في كل حاجه، يعني حتى ارائي في المنهج او ازاي ان احنا نعمل كانت دايما بتدعم القرارات دي. استاذه سمر انا بوجه لحضرتك التحيه، لان من النادر ان احنا نلاقي حد يعني يقدم كل الدعم ده للناس اللي معاه وللفريق بتاعه ويدعمه بالطريقه الرهيبه ديت، احنا شايفين نموذج محترم جدا يعني. جدا، هو الفكره كلها كانت ان لازم نورهان تدعم، لان طبعا زي ما احنا كلنا شايفين افكار جميله، افكار جديده، بتشتغل على نفسها كويس جدا جدا، فكان لازم تاخد الدعم ده، هي حقها عليا وعلى المكان ان هي اصلا اوريدي تاخد الدعم، انا ما قدمتش ليها اي اضافات. يعني حسيتي ان في حاجه جديده غير يعني اكيد حضرتك بتتعاملي مع تيتشرز كتير، فانت اكيد حسيتي ان في حاجه مختلفه قدمتها ترينا نورهان ابراهيم ليكي؟ طبعا طبعا، انا اول ما شفت نورهان شفتها في ديمو، طبعا انا بقول الكلمه دي من اول ما عرفت نورهان، ان نورهان من اول ما شفتها وشفتها بتلمع زي ما انتوا كلكم دلوقتي شايفينها، يعني حد فكره احنا شايفين حاجه عظيمه بصراحه قدامنا، يعني احنا شايفين نموذج يحتذى به، يعني احنا شايفين حاجه قويه جدا قدامنا في الحلقه دي. فعلا فكرها بيطلع قبل شخصيتها زي ما انتوا كلكم شايفين، افكار جديده، هي مش بتكتفي بس بالماتيريال اللي بايديها، هي دايما بتشتغل على الماتيريال اللي موجوده، يعني تحسي ان هي بتطور من الحاجه اكتر واكتر، حتى كانت ليها طبق رهيب في منهج الوزاره، يعني احنا تميزنا في المدرسه جدا طبعا بفضل ميس نورهان، ربنا يخليكي بفضلك طبعا يا مستر، كان شغال عندنا على اعلى ما يكون، وطبعا ده بفضل مجهودها وتعبها، لانها اشتغلت على ماتيريال كويس جدا 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 الحقيقه. تستاهلي يا وفضلك، الفضل كبير برضو لحضرتك ان انت بداتي توجهي، هي اكيد برضو لو انا مش لاقيه حد بيوجه حد يوجهني انا عمري ما هبدع، فكون ان في حد بيدعمني وبيوجهني كده هتقدم احسن ما عندها، يعني هتفضل طول الوقت في حاله تطور وان هي بتتطور من ذاتها علشان خاطر تبرز لنا حاجات جميله زي اللي احنا شايفينها دلوقتي. طبعا
صحيح، هي كمان بلس كده شخصية ذكية وشخصية شاطرة وعلى صعيد العمل هي حد شكراً. مريح جدا جدا جدا. بنشكر حضرتك جدا يا أستاذة سمر، وتحياتي لحضرتك وتحياتي لكل الشخصيات المحترمة اللي زي حضرتك اللي بتقدم الدعم الكامل لفريق العمل اللي معاها. أستاذة سمر فعلا نموذج رائع، وزي ما احنا شايفين طول ما في حد بيدعمنا بنطلع أحسن ما عندنا زي ما احنا شايفين قدامنا. هل في عراب تاني غير أستاذة سمر؟ والله بصي، هو في ناس كتير طبعا بتساعدني، يعني زمايلي برضو في المدرسة، يعني ناس يعني أكتر من ممتازين صراحة، عمري ما احتجتهم في حاجة إلا لما دايما ألاقي فيه دعم وفيه توجيه. وفعلا كان في منهجنا خاصة المنهج الجديد ده اللي هو كان أزمة الشعب المصري لما ظهر، اللي هو 0.2 النيو كريكولم كونكت اند كونكت بلس. عملتي ايه في الموضوع ده؟ يعني احنا الناس كلها كانت بتلف حوالين نفسها، ايه المنهج الجديد ومشاكل من اولياء الامور مش عارفين يتعاملوا مع جداً. اولادهم، ومعظم الاولاد تقريبا لحد دلوقتي على حد علمي ان ما فيش حد اتاسس في والله المنهج. والله بصي، هو احنا بالنسبه لنا ما كانش الموضوع صعب قوي، لان زي ما قالت مس سمر احنا عملنا طفره رهيبه في منهج الكونكت والكونكت بلس، ان احنا وقت ما اشتغلناه، والمالتي ديسيبلينري برضو، لان احنا كنا بنعتمد ان احنا مش بنشتغل كنظام ان احنا انا هطبق المنهج زي ما هو، لا احنا خدنا تدريبات، ومس سمر كانت حريصه جدا، يعني مدرستنا كانت حريصه جدا على موضوع التدريبات دي، بدات ان هي تاهل كل حاجه زي كده. طبعا كنا بنتاهل، ده غير بقى ان هو الموضوع كان بيبقى محتاج ان انت فكرك كمان يكون متطور، يعني اي تيتشر ملتزم ان هو انا عايز اخلص منهج، انا عايز ادي كل حاجه في وقت واحد، ده طبعا كان بيؤدي لنتيجه عكسيه، لكن احنا كنا بنلتزم باللي بيقوله الكتاب، اللي هو انا مدياك هي وانا بورتش وبتفضل تزيد معاكي كل سنه، فانت يا ريت تكتفي بالقدر اللي انت بتديه للطفل، ما يبقاش التيتشر مثلا عايز يفرد بقى يعني يبقى حاجه بسيطه جايه في الكتاب وهو عايز يفرد قوي، يقول لك اصل الطفل مش مستوعب. طيب مش انا برضو انا حابه اشوف ايه، يعني حابه ان انت تعرفيني ايه الكتاب ده. دي بقى المرحله الثانيه، مفروض ده كتاب ولا ده ايه؟ ده كوايت بوك، اللي هو الفكره بتاعت الكتاب التفاعلي دي، برضو من بتدعم فكره البورد التفاعليه بتاعتنا، ان انا المفروض بعد بقى ما خلاص انا وصلت ان انا بعمل بلاندنج للطفل كويس جدا، ببتدي ان انا بقى اقدم له مثلا نفس فكره الكاردز برضو. جميل. بس عن طريق الساوند بقى، ان انا ابتدي اقول له مثلا وات از ذا ساوند اوف ذس ليتر، فيقول لي ويبتدي يعمل لي بلاندنج، هو اللي يقرا بنفسه، يكون هو اللي بيقدر يقرا الحرف مثلا ويقول لي الكلمه ويقدر يطبقه لي. نفس الكلام برضو، ان هو ده انا عاملاه تطبيق على الشورت واللونج فاول اللي هي ازمه الاطفال اصلا، فبالتالي بيبقى بيلعب، هو مش بيشتغل ان هو انا بكتب كلمات او بعمل حاجه. اشكر حضرتك، انت مقدمه لنا حاجه قويه جدا، وفعلا حاجه استاذ ترينر نورهان ابراهيم كانت فعلا حد على قد حلمه وفضل يسعى ويطور منه. انا حابه اشكرها جدا لوجودها معايا، ان هي نورتني النهارده في حلقه النهارده، بقدم لها خالص الشكر، وكمان بقدم خالص الشكر للفريق العمل اللي معانا، كل فريق العمل، وحابه اهدي شكر خاص لوالدتي، كانت اهم سبب في دعمي ووصولي لهنا، ان انا اكون معاكم النهارده على الحلقه دي، هي السبب الرئيسي اللي دعمني لوجودي معاكم النهارده. ان شاء الله نقدم لكم حاجات اقوى واقوى كل حلقه. كمان لو في اي نموذج ملهم او في حاجه انت بتحلم بيها وعايز تسعى لها، ما توقفش مكانك، حط هدفك واستمر عليه واشتغل عليه وعافر علشان توصل له. الناس اللي حابه تبعت اي استفسار للاستاذه نورهان هتبقى تبعت لنا على رسائل الصفحه ان شاء الله، الصفحه بتاعتنا على قد حلمك مع رانيا جاد. مبسوطه جدا بوجود حضرتك. انا اتبسطت جدا والله من اللقاء، ومبسوطه ان احنا طبعا الوقت بندعم الافكار دي. الوقت اصلا يعني مش مهما، احنا محتاجين حلقات وحلقات علشان خاطر نتكلم في كل الحاجات الجميله اللي انت عاملاها ديت والابداع اللي احنا شايفينه قدامنا. سي ربنا يخليكي. احنا هو اخر حاجه بس احب اتكلم عنها، هي فكره الريد البوك، وهي دي ابداعي انا الشخصي، يعني طبعًا. ان احنا عملناها دي برضو، اتمنى ان هي تطبع على طول. حضرتك بشكركم اعزائي المشاهدين، نشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله يوم الجمعه. كنت معكم انا رانيا جاد، اشوفكم في برنامجكم قد حلمك.